فين بتعملي ايه؟ طب ما بلاش نتكلم في الماضي. ولا يمكن تكون في انتخابات حقيقيه، استحاله. كل دي مسرحيه وتمثيليه وفيلم كده بيتعمل. احتمال شكوتي تكون اقل شويه من شكوى مثلا مرشحي الاخوان. انا ما اتعرض له في الحقيقه حاجات تافهه جدا لو قارنت بما يتعرض له الاخوان المسلمين. الفريق السيسي يعني وهو بيتمتع يعني بذكاء وهو جيل مختلف عن من سبق يعني بتمنى انه يعني شعبيته تستفيد بيها الدولة في مسارها الديمقراطي. ازاي حد جاي من الغياب يأتي فيرشح نفسه لرئاسة حزب فينجح؟ ما برضو دي قصة محتاجة شرح. فإحنا في الحقيقة مجاريح